امتلك هاف وهاف. عندي أو أمتلك have وhas. عندي أو أمتلك هاف وهاف. لكن مين هو verb to be يا كارما؟ verb يكون، مين هو verb to be؟ verb to be فعل يكون، يكون عمو يكون، أنا أكون، هو يكون. لكن عندي أو أمتلك يعني إيه؟ عندي أو أمتلك عندي have وhas. have وhas. يلا ياسين، عندي أو أمتلك have وhas. 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 أوكي يلا يا عمر، يعني إيه عندي أو أمتلك يا عمر؟ أو أمتلك have وhas. وأختها مين؟ has، have و has. have و has. طيب تعالى كده معايا يلا يا حمزة. حمزة، لو أنا عندي ولد يا حمزة، ولد يعني أبوي أو هي، والولد ده عنده عجلة، عنده عجلة، أول حاجة المفروض نكتب إيه؟ نكتب إيه يا حمزة؟ هاي حمزة، أول حاجة نكتب إيه عنه؟ هنتكلم عن الولد بهو هي، هنتكلم عن الولد بمين؟ لعنده يا حمزة. بس عنده لإما هاف لإما مين؟ لإما مين يا حمزة؟ لإما هاف. أيوة. أو هاز. عنده هاف هيز. أو هاز هيز. يعني إيه عندي أو أمتلك؟ ينفع هنا نحط إز يا حمزة؟ ينفع هنا نحط إز؟ هو يكون عجلة؟ have وhas. ما ينفعش نحط إز، لازم نحط عندي أو أمتلك have وhas. يبقى دلوقتي المفروض يا تقى، المفروض يا تقى نتعرف على بعض، إمتى بنحط have وإمتى بنحط مين يا تقى؟ has. يبقى عندي أو أمتلك يعني إيه عندي أو أمتلك؟ have وhas. هاز يعني ايه عندي او امتلك؟ هاف وهاز. هاف وهاز. طيب تعالوا مع بعض كده يا هنا نتعرف مين اللي بياخد هاف ومين اللي بياخد هاز. انا عندي فريقين، يلا نقول كده مع بعض. الفريق الاول لايك اس، فريق بيحب الاس. يلا نقول مع بعض يا يا هنا، فريق لايك اس وفريق مش بيحب الاس. don't like s، يبقى فريق like s وفريق no s. don't like s، don't like s. طيب تعال نتعرف على بقى ال like s، مين اللي بيحبوا ال s؟ he، هو he، هي she، والغير العاقل. مين like s يا هنا؟ الهي والذي والإيد. الهي والشي والإيد. طب بصي هنا، لو هم عشان بيحبوا الإس، تفتكري هيختاروا هاف ولا هيختاروا هاز؟ هيختاروا هاز. ليه هاز؟ هاز عشان هاز فيها إيه؟ إس. عشان كده هم هيحبوا هاز. ليه هيحبوا هاز؟ عشان هاز فيها اس، وهم فريق لايك اس، بيحبوا الاس. هم فريق بيحبوا مين يا هنا؟ بيحبوا الاس. بيحبوا الاس. يلا يا سدرة، في فريق تاني don't like s، ما بيحبش الاس. يلا قولي معايا يا سدرة، don't like s. don't like s. don't like s يعني بيحبوهم ولا مش بيحبوهم؟ مش بيحبوا الاس ولا بيحبوها؟ مش بيحبوه. طيب مين بقى اللي don't like s؟ انا اي، انا اي، هم انا اي،
هم زي هم زي احنا وي احنا وي انت يو انت يو. طب ودول يا سدرا هيحبوا هاف ولا هيحبوا هاز؟ هيحبوا هاز. هاف بيحبوا هاف. هيحبوا هاف. ليه هيحبوا هاف وسدرا بس اللي تتكلم؟ ليه هيحبوا هاف؟ علشان هاف ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايه يا سدرا؟ اس. وهم don't like اس، ما بيحبوش don't like اس. don't like اس. اوكي يلا يا بسام don't like اس. قولي لي تاني يا بسام، مين الفريق like اس؟ مين اللي بيحب الاس؟ مين يا بسام اللي بيحب الاس؟ هو هي هو هي هي شي ات وغير العاقل ايه؟ طب ودول هيختاروا هاف ولا هيختاروا هاز يا بسام؟ هيختاروا هاف ولا هاز؟ هاف. طب ليه هاف وهم بيحبوا الاس؟ هيختاروا اللي فيها الاس، صح كده؟ يبقى هنختاروا هاز. هيختاروا مين؟ هاز. هاز. طب يلا يا رميساء، مين الفريق بقى اللي don't like اس؟ كلوز يور مايك يا بيسام. don't like اس يا رميساء. هي مس مين don't like اس؟ مين ما بيحبش الاس؟ رميساء احنا قسمنا الهي والشي والات فريقين، فريق بيحب الاس وفريق ما بيحبش الاس. مين ما بيحبش الاس يا رميساء؟ مين ما بيحبش الاس؟ الاي والزي والوي واليو اللي لونهم بلو ده اللي لونهم ازرق، مين ما بيحبش الاس يا رميساء؟ اللي لونهم الاي والزي والوي واليو. تاني رميساء، الاي والزي والوي واليو. قولي رميساء، الاي والزي والوي واليو. والوي واليو. طب ودول هيختاروا يا رميساء، هيختاروا هاف ولا هيختاروا هاز؟ هاف ولا هاز؟ هاز. هاف، لان هما ما بيحبوش الاس، فهيحبوا الكلمه من الهاف وهاز الاخوات، هيختاروا اللي ما فيهاش اس. يلا كده يا عبد الرحمن قول لي مين الفريق اللي لايك اس؟ هي وشي وات. عبد الرحمن الهي والشي والات لايك اس. طب عشان كده لما عشان هما لايك اس يا عبد الرحمن هياخدوا هاف ولا هياخدوا هاز؟ ايه هيختاروا هاف ولا هيختاروا هاز؟ اللي هو شو اللي انت هيختاروا عنه؟ هاف ولا هاز؟ هيختاروا هاز عشان هاز فيها اس، وهم من الفريق اللي بيحب مين؟ الاس. بيحبوا الاس. يلا محمود قول لنا مين الفريق بقى؟ don't like اس. يلا يلا عبد الرحمن. انا عندي اغنيه حلوه قوي لعمو بيه. like. طب نستنى خلاص نغير برضه هاز. يلا يا محمود مين الفريق اللي بيحبوا؟ لا مش دلوقتي يا عبد الرحمن. بس يا بيسان لعب يا بيسان، مين الفريق يا عبد يا محمود don't like اس؟ هاي هاي وزي واليو والاس. لا وي ويو والوي. الاي والزي والوي واليو. تاني تاني يا محمود، اي وزي ووي ويو. ممكن اقولها تاني؟ طيب ودول don't like اس يا محمود. طب ودول don't like اس، اسالك بقى هيختاروا هاف ولا هيختاروا هاز؟ هاف. هيختاروا هاف لان هاف ما بتحبش مين؟ الاس. ما بتحبش الاس عشان هاف ما فيهاش اس، وهم من الفريق don't like اس، ما بيحبوش الاس. بيحبوا الاس. يس. يلا يا كارما قولي لنا بقى like اس، مين اللي بيحب الاس؟ مريم. مين اللي بيحب الاس يا كارما؟ هاف وهاز
لا مين اللي بيحب الاس؟ هي وشي وات. مين اللي بيحب الاس يا كارما؟ هي وشي وات. هي وشي وات. طب هما بيحبوا الاس، هياخدوا هاف ولا هياخدوا هاز؟ هاز. هاز اللي بتحب مين؟ هاز اللي فيها اس، عشان هي وشي وات بيحبوا لايك اس، لايك اس. طب يلا يا انس، مين بقى الفريق دونت لايك اس؟ شطورة يا كارما، مين الفريق دونت لايك اس؟ الزي والوي واليو. الاي والزي والوي واليو. طب ودول اختاروا هاف ولا اختاروا هاز؟ هاف. اختاروا هاف. اكسلنت يا انس. يلا يا سي، مين الفريق لايك اس؟ الفريق لايك اس تيتشر اللي هي وشي ولات. هي وشي وات. اختاروا تيك هاف ولا هاز؟ هاز. اكسلنت يا ياسين. يلا يا عمر، دونت لايك اس، ما بيحبوش الاس. انا اي زي وي ويو. دونت لايك اس. اختاروا بقى يا عمر هاف ولا اختاروا هاز؟ هاف. اختاروا هاف. اختاروا مين؟ هاف. برافو عليك. طب يلا يا حمزه، قولي الفريق يا حمزه اللي بيحب الاس، لايك اس. حمزه يا حمزه، مش عارف حمزه خرج. طيب يلا يا رؤى، رؤى مين الفريق لايك اس يا رؤى؟ اللي هي وشي والات. اختاروا هاف ولا اختاروا هاز؟ هاز. هاز. هاز، عشان هما بيحبوا الاس. طب يا هنا، الفريق بقى يا هنا اللي don't like اس، ما بيحبوش الاس. الزين والوي واليو. والاي. اي. والاي. ووي ويو. طب هما اختاروا هاف ولا اختاروا هاز؟ هاف. اختاروا هاف. اوكي تعالوا نقولهم تاني، عندي او امتلك هاف وهاز. عندي لايك او امتلك. لا اسمعيني انا هنا، فريق بيحب الاس تيك هاز، هياخد هاز. مين اللي بيحب الاس؟ هي وشي وات. فريق تاني دونت لايك اس، ما بيحبش الاس، هما الاي والزي والوي واليو. تيك هاف، بياخدوا هاف. ويعني ايه عندي او امتلك؟ هاف وهاز. امال مين هو فيرب تو بي؟ فيرب تو بي عم يكون. يبقى انا ممكن اقول معلومه ان هو عنده عجله، ممكن اقول معلومه ان هو يكون ولد. في فيرب اسمه امتلك هاف وهاز، وفيرب تاني اسمه اكون، ام واز وار. دلوقتي بقى تعالى نعمل اكسرسايز على الكلام ده، ونكتب جمله بهاف وهاز، وسنتنس تاني او جمله تانيه بام واز وار. اوكي؟